أيضا نشاط أقيم بمناسبة الاستقلال، وهذا النشاط قامته رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية. هذا النشاط يعني يقام بمشاركة يعني فعلية من لاعبين سابقين من نجوم. كان هذا السباق اللي يقيم لمسافة 5 كيلومترات، وبالتأكيد هذا السباق يقام بدعم كبير وتنظيم ممتاز من إدارة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية برئاسة سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة ومؤسسة الرابطة منذ عام 1993، وأيضا بمناسبة أيضا عيد ميلاد سمو الأميرة. طبعا السباق أقيم لمسافة 5 كيلومترات، واستطاع حسين معتصم الفوز بالمركز الأول بالنسبة للرجال، شريف العطاونة ثانيا، صالح أسامة ثالثا، وتوجت هنويا آدم بالمركز الأول، للسيدات وهبة حمود في المركز الثاني، وأمل صباح في المركز الثالث. هذه لقطات من السباق الذي أقيم بمشاركة كبيرة أيضا من اللاعبين السابقين ومن نجوم الرياضة الأردنية الذين شاركوا بشكل فعال في هذا السباق. حقيقة اليوم كان شيء مبهج، المشاركين كانوا حوالي 500، ومثلوا كل الفئات بما فيهم فئة فاقدي البصر. وأنا بعتقد أنه في هذا المكان اللي هو منتزه رابطة لاعبين دوليين، هذا المكان أنا بدعو الجميع أنه لزيارته والتمتع في مرافقه، لأنه إحنا الرياضة اللي اليوم الجميع شارك فيها ومن جميع الأعمار الحقيقة مظهر بيبعث في القلب السرور. السباق كان الحمد لله ناجح بشهادة الجميع. كان في بالسباق مسجلين حوالي 500 شخص، لاعب ولاعبة مشاركين من كافة الفئات، الجيش، الأمن العام، المنتخبات، الدرك، حتى ناس هواة كمان حتى وبيحبوا الركض كانوا مشاركين معنا. اليوم قدرت أنا على فئة المكفوفين أحقق المركز الأول، والحمد لله طبعا كلياتنا احنا قدرنا نعمل ازمان كثير قويه جدا. اليوم عم نعمل تحت ال 17 دقيقه بطريق قويه بال 5 كيلو الحمد لله. شكرا لرابطه اللاعبين على التنظيم الاكثر من رائع، صراحه سباق رائع في منطقه نعور، وهذا الشيء بشرف لواء نعور واهالي لواء نعور.